طوكيو السد، وضع تحفيز هذا الأستاذ في نهاية السنة الدراسية نتيجة لما قدم داخل الأقسام ونتيجة لمساهمته في إنجاح أو لمساهمته أو مشاركته في الامتحانات، نرى بأنه يتم الاقتطاع من أجرته، وهذه الاقتطاعات اللي كانت منذ سنة 2018 لا نعرف أين تذهب هذه الأموال، لا نعرف أين تذهب أموال الأساتذة، اقتطاعات بالجملة. لذلك خضنا هذا الشكل الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات الذي سيقرر المكتب يعني كيف ستكون هناك أشكال نضالية موازية. نحن نأخذ أو خضنا إضرابات، والإضراب تكفله جميع الدساتير الدولية وجميع القوانين الدولية، وهو شكل من أشكال الاحتجاج الذي يأخذه واحد المجموعة من الموظفين من أجل المرافعة عن مطلب معين أو من أجل تحصين مكسب معين. بالتالي هذه ليست تغيبات عن العمل. إذا كيف يمكن الاقتطاع من هذه الأجور؟ كيف يمكن الاقتطاع من أجور الأساتذة وليس هناك قانون للإضراب؟ بالنسبة للإضراب هو حق دستوري لكل يعلمه في جميع الدول سواء أوروبا أمريكا اللاتينية وحتى أفريقيا. الإضراب ما تديروا إلا الدفاع الكرامة ديالك، وما تديروا إلا قاسك تقريبا قاسك في الكرامة ديالك. كيفاش حنا نتقاسوا في الكرامة ديالنا؟ غنبقاو نمشيو ندرسوا. باش نكون معك صريح، على الأصول المغربية أنتعي بأنه ذاك التلميذ اللي تنقول حنا بأنه تنديروا الإضراب من أجل أن تنقضيو عليه، أولا التلميذ هو قضات عليه الدولة تقريبا منذ الستينات وخرجت على سميتو على العلم ديالو. وكما تنقولوا كيف يعقل بان التلميذ تيقرا في حجره دراسيه 45 وغيقرا هذاك التلميذ؟ يعني شكون اللي دمر الصيروره التعليميه ديال التلميذ؟ راه هي الدوله منذ الاستقلال حتى الان، وكل شيء تتعرفوه. حتى القطاع الخاص اصبح في خبر كان حتى هو، وما بالك بالقطاع العام. نحن نقول بان هناك مدرسه عموميه ذات جوده ندافع عليها، ماشي تندافع فقط على الادماج، ولكن تندافع انه التلميذ يقرا في قسم او حجره دراسيه فيكون فيها 25 او 30 تلميذ. يعني هذه مطالب كلها يجب على الأسرة المغربية أن تسعى.